ابسيد بالخير زكريا. بالخير زكريا. للتصحيح فقط بالخير زكريا كما بالخير العربي. ولاش سمح ولاش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فخامة شعب الجزائر الغاضب، أبناء الجزائر المحروسة، سيد رئيس مجلس الشعب الوطني، سيد الوزير الأول، طاقمكم الحكومي، إخواني النواب، أخواتي نواب البرلمان، وزملائي في الأسرة الإعلامية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحم الله شهداء الثورة، رحم الله شهداء العشرية، شهداء الفيضانات، شهداء الطرقات، شهداء الحرائق، شهداء الأكسجين، ورحم الله شهداء البيروقراطية. اتصل بي والدي قبل أشهر وهو يبكي بحرقة ويترجاني، وليدي يعني مريض ما طوقتش الديني نداوي في الخارج. قلت له يا أبي ولدك مش رئيس جمهورية، ولدك يعيش في دولة محطمة. رحم الله أبي، إن الله ولي رجعون. سيد رئيس مجلس الشعب الوطني، ما تزيدني ولا ثانية أو كرونومتر عندي، ما تزيدني ولا ثانية وما تزيد الواحد ولا ثانية. نحن مشرعون، رانا ندوسوا في القانون قدام المواطن الجزائري، رانا نشرعوا. إذا كان بغيتوا تبدلوا في الدقائق هذه المجلس، المكتب تاعكم يعاود يدرس وتخرج بقرار. ما تمشيش الجزائر بالقوسطو، هذا هو المشكلة تاع الجزائر. كل حاجة راهي تمشي بالقوسطو، ما تزيدني ما تزيد الناس. رانا قدوات، توعدنا على 9:30 ندخلوا على 10، نتغداو توعدوا على 2:30 ندخلوا على 3. إذا كان حبينا سياسي راه قدوة. وحنا يا سادة النواب رانا جايين نمسحوا في صورة العار اللي كانت فايتة. كفانا تهريجا، كفانا بلطجة، كفانا عنترية زائدة. لازم نكونوا قدوات، والأوروبيين الكفار ماهمش خير منا. ولانني معجب جدا جدا بالكفار، قعدت نحوس على الاحزاب، لقيت اكثر حزب يشبه الكفار هو حمص. نعم، لا اخوانجيه لا والو، راحت هذيك الحكايه. حمص لقيته مؤسسه حزبيه. نعم نعم، احنا ورثنا هذه الثقافه من اوروبا. لقيته مؤسسه حزبيه تحترم المؤسسه، عندها مؤسسات، عندها قواعد هي اللي تقرر، وعندها برنامج اقتصادي راقي جدا جدا. وإحنا فرحنا لما شفنا وزير أول عنده برنامج اقتصادي. ولكن بعد مراجعة لهذا البرنامج ورحت وجيت والخبراء ونستشير وديت وقتي كامل، هاهم وين النواب كامل باللي ثمن باللي عارف، اتفقوا على 4 نقاط. هذا البرنامج لا يحتوي على رزنامة زمنية محددة، هذا البرنامج لا يحتوي على أظرفة مالية محددة لهذه الوعود، هذا البرنامج لا يتكلم عن مصادر المال لهذه الوعود، وهذا البرنامج لا يتكلم عن ميكانيزمات لتنفيذ هذه الوعود. يعني مبدئيا ومنطقيا هذا البرنامج نرفضوه ونعطوهم الوقت حتى يعاودوا يديروا لنا هذا الشروط ونعاودوا نصادقوا عليه بنعم. ولكننا نتكلم غير ما نفعل، على بالي بلي راه فايت، وربي يوفقكم ان شاء الله، الله يكون في عونكم. فقط كنت حاب نغرق بزاف في التفاصيل تاع هذا البرنامج، ولكن دعني نتكلموا. انا اهتم كثيرا بعلم الاجتماع السياسي، لانه علم الاجتماع السياسي هو اللي يبنى الدول. شفتكم تتكلموا على الذكاء الصناعي وخاصه التكنولوجيا، ونسيتوا العلوم الانسانيه اللي تخلينا ندرسوا ذهنيه المواطن. سيد الوزير الاول، النصوص اللي راهي في البرنامج هذا والله رائعه جدا، وانا شفت نصوص في حكومات سابقه وحتى نصوص في دستور بوتفليقه، نصوص رائعه جدا. المشكله في التجسيد، في ذهنيه المواطن الجزائري. نحكي لكم دوكا اسبوع تو، ركزوا معايا. رحت المطار، بوليسي جي داخل لي سي باسي ما نستعرفش به، قال لي النايب. رحت الكوميسار قال لي خسارة عليك النايب، تدي لي سي باسي. روح فهم سيدي عاد الجمهورية في راسه. رحت كلاب ديبا عندي موعد. الجدارمي الأول تفضل سي نايب، الزوج ما شدنيش ثالث، هذه البطاقة ما عندها حتى معنى وممنوع تدخل. بصح كي راك مع العائلة معليش أنا خليتك تدخل، قانون تعبيك نورمالمون، يا أنا ندخل الحبس يا هو يدخل الحبس، واحد فينا يفعل على القانون. رحت لا جروند بوست نخرج، هذه تاع أسبوع، أحداث أسبوع. قلت لها هذه سيدتي المحترمة أنا في أكثر من ساعة 11 انجليزي 3 موظفات وانت ساعة هضري في التليفون ساعة. قلت لي ما على بالكش باللي الناس كي تجي في لابوست دير لاشين وتصبر شدد رحمك. دوكا كل واحد عنده جمهوريه في راسه، لازم مراجعه جاده ذهنيه المواطن الجزائري. والله التجسيد شي خلاف، التجسيد شي خلاف. انت درت تسهيلات كبيره جمعيه علماء المسلمين، رحنا نجيبوا في مولد اكسجين شبت وانا صغير، ويهبل اذا قلت له راه كاينه تعليمات من في اير الجيري، كاين تعليمات من الوزير الاول. قلت ما استعرفش بالوزير الاول، انا عندي دي جي تاعي دي ليكري. يعني التغنات تاع الجزائريين هذه، درك لازم لنا تربيه نفسيه ولازم لنا تربيه ذهنيه باش نقدروا من بعدها نهضروا على هذا المخطط ونقدروا نجسدوه. المشكله راه في مشكله التجسيد، وانا اعيد واكرر احنا رانا قدوات. وذكر راني نتكلم على النقطه الاساسيه، انا علمي لكي نبدا العد يجب ان ننطلق من الصفر. كاين حاجة والله الذي لا إله إلا هو، إذا ما فريناهاش والله ما نتقدموا خطوة لقدام، وإذا فريناها بالبركة علينا. الأوروبيين ماهمش خير منا. الإنسان كي يكون مجنون ما تقدرش تعطي له دراهمك ولا دير معه مشروع. من نحن؟
كنا لاباس علينا. انا قريت الجزائر دوله عربيه من 22 دوله، دوك اكتشفنا رواحنا رومان، بعد لقينا رواحنا فينيقيين، بعدها كاين لاعب كبير بتاريخ الجزائريين وبهويتهم وبمقوماتهم، لاعب غير مسبوق في عهد المستعمر ما صراش. دوك راكم تهضروا تعزيز الهويه ومحافظه على الهويه، حافظوا الهويه، الايادي المرتعشه ما تبنيش دوله. دوك راه كاين انفجار اجتماعي وشيك بسبب غلاء الاسعار وبسبب عرقيه مقيته. انا نقول لك بلا تقارير امنيه، وجدوا رواحكم. بكري كنا عايشين خاوه، ولكن دوك مسؤول دوله جايب في راسه واحد ثقافه تاع دوار، واحد ثقافه تاع دشره، ما نقدروش نبنيو الجزائر كيما هاك. انا هم شيبني الموضوع، مانيش نرقد، انا خايف على بلادي. ما لازمش نكونوا نخموا بهذا المنطلق فئوي ضيق. راكم على بالكم باللي كاين منطلق فئوي ضيق، كيفاش برلماني وسياسي عنصري متطرف فات هنا وسب لسنوات، بعدها يسب مؤسس الدوله الجزائريه، وما ادراك ما مؤسس الدوله الجزائرية. والله ما كان دوله في المجره تقبل ان المؤسس تاعها يتسب ويتهان، يضربوه 3 أشهر حبس ومن بعد يخرج. علاش؟ لانه الجزائريين فهموا، قال لك هذوك شواكل عندهم اللي يحميهم، علاكم ديروا هاك؟ حنايا واحد يهضر على رئيس دائره يكتب عليه سطر تخطوه ب5 سنين حبس. اذا كنت باغي تبنوا دوله ساووا بين الجزائريين وفقط. سيد رئيس الجمهوريه الجزائريين انتخبوك باه تساوي بين الجزائريين وفقط. الجزائر احنا نبنوها، رانا جايبين لكم برامج ضخمه وعملاقه. كمل الوقت. شكرا شكرا.